مساء الخير. اليوم الأربعاء، رانا في شاطئ مرسى بن مهيدي ونشوف السي عبد القادر. السي عبد القادر راه في عالم آخر. السي عبد القادر، واش تقولنا هذا المساء هذا؟ السلام عليكم، يومكم مبارك أو مساءكم مبارك. نحن في أقصى حدود الجزائر، ما بين الجزائر والإخوة الجزائريين والإخوة المغاربة. نحن في بالضبط في مدينة بورسي، مرسى بن مهيدي، اللي يحدها من الجهة الغربية السعيدية. كما تعرفون السعيدية من أحسن الولايات أو البلديات على مستوى المغرب الشقيق، وأحسن شاطئ. يعني والله العظيم لا نتأسف، والله غالب جات حاكا ما عندنا ما نديرو. منظر جميل، مكان جميل. هنا من هذا الكومبلكس بيت الشباب، متواجد في أعلى هضبة مرسى بن مهيدي. هذا أوبرج جديد، يعني بكل صراحة روعة روعة روعة. أتمنى إن شاء الله الأحباب يزوروه ويوصلوا فيه إن شاء الله، وخاصة من هذا المكان اللي راني فيه. تشوفوا لي هاي السعيدية، ورا كانت الضوء الأحمر بزاف، كانت تما السعيدية، ومنا رحنا في بورسي. يعني ما كانش حاجة كبيرة بيناتنا، أرض واحدة وشعب واحد، دين واحد. ان شاء الله الله يدوي الحال، والله يفرغ الحليب بيناتنا. احنا نقولوا الله يفرغ الحليب بيناتنا، احنا خوت في الدين، في اللغه، في اللهجه، في العرض، في العرض. ما شاء الله، نقولوا ان شاء الله منا للمستقبل ان شاء الله تكون القلوب متساويه ان شاء الله، وتحن على بعضها بعض. كان احباب يتمنوا يشوفوا احبابهم هنا في المغرب، وخاصه في مدينه السعيديه، وهما ثاني كذلك عندهم احبابهم، عندهم عائله تاعهم ومتوحشينهم، باغيين نشوفهم ان شاء الله في مدينه بورسي. وشكرا وبارك الله فيكم، جزاك الله خير.